ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم فيديو جديد. بتفور. هنعمل طريقه عمل البتيفور. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل لكم طريقه بتيفور احلى من اللي جاهز واحلى بتاع المحلات، وهنشوف دلوقتي المقادير، وما تستغربوش من المقادير اللي انا هقولها دي، جربوها هتلاقوه طعمه جميل وهش واحلى بكتير من اللي بيتباع حتى في المحلات الكبيره. المقادير دلوقتي معنا: ده نص كيلو دقيق، 200 جرام نشا، دي كاكاو عشان احنا هنعمل نص كاكاو ونص ابيض، رشة ملح، نص كيلو زبدة، 200 جرام سكر، نص معلقة فانيليا، واربعة بيض. دي المقادير بتاعت البتيفور. هنعمل لكم الطريقة دلوقتي وهتبقى احلى كمان من اللي بيتباع في اكبر المحلات. يلا نبتدي معاكم. هنحط طبعا ايه اول حاجة؟ الزبدة. الزبدة لازم تكون تطلعوها بدرجة حرارة الغرفة اهي، عشان ايه ما تتعبناش ايه في الضرب. ادي معانا الزبدة، نضربها شوية كده، نفكها كده، اهي كده، اهي المضرب الكهرباء كده، اهي فكت كلها اهي. نحط عليها بقى ايه؟ السكر بودرة. ده 200 جرام سكر بودرة. هنحط بقى ايه؟ السكر البودرة. طبعا نضربها كده لحد ما ايه؟ تتخلط كلها مع بعض. دانس كلها مع بعض. ننزل الزبدة بس كده من المضرب عشان نعمل. هتنزل اهي. اضربها شويه وارجع لكم تاني. ضربتها شويه اهي لحد الزبده ما نعمت مع السكر، وحطينا ايه بيضايه، وهننزل ايه بيضه بيضه، تكتفي البيضه، هننزل واحده بيضه. دول اربع بيضات. لازم بقى اخر واحده دي احط بقى ايه؟ نص معلقه الفانيليا. هنطبع كويس لحد ما يتفكوا كله مع بعض. الم ايه؟ الم الكريمه دي اهو، المها من الجناب كده عشان كله يبقى مع بعض اهو. الم كده كله يبقى مضروب مع بعض اهو. البيض اختفى خالص. اضرب بقى شويه كمان. اوقف بقى الخلاط واروح حاطه ايه؟
اهو اهو الخليط اهو، الزبده مع السكر مع البيض مع الفانيليا كده اهو، ده كده خلط خلاص اهو. ده بقى ايه النشا اهو، ده النشا مع مع الايه مع مع دي، اقلبه كده اهو. نص كيلو دقيق مع ايه مع 200 جرام نشا، حط عليهم ايه بقى رشه ملح ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. لو حطيتي بيكنج باودر هتلاقيه ساح وهتلاقيه اتنفخ، ده عوامل النفخ بتاعته هو اهو. حبه حبه كده واعمل بقى ايه اهي. طبعا ايه انا بقى هشيل كده وانا غاسله ايديا عشان ايه ادخله جوه بعض اهو. عجن كده اهو، تدخلي جوه بعض، ده مش ايه عجين ده بتفوق اهو. بصي اهو، احط بقيت ايه شويه شويه كده الدقيق لحد ما ايه يخلص اهي، والم كده كل ما يختفي الدقيق احط ايه بقيه الكميه. ادي ايه ده كده ايه اهو، الدقيق اختفى احط بقيه ايه كميه اهو، شويه شويه كده لحد ما يختفي كل الدقيق. هو المقدار ده مظبوط مظبوط مظبوط، بعمله كل عيد، بس احنا بقى ايه يعني نعمل بتفور مش لازم في العيد، حاجه كده حلوه تاكليها جنب فنجان قهوه جنب كوبايه شاي المغرب كده، احلى من نشتري من بره اهو. احط بقى كده وهلم العجينه وارجع لكم تاني. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم فيديو جديد. احنا هنحط على احنا دلوقتي عملنا البتيفور اهوت، ادي البتيفور دوت. لو عندك كريز او اي حاجه حطيها ومسويها كده، دي ما بتتحشيش شوكولاته ولا اي حاجه، بتتقدم كده. وده دوت اللي هو الابيض اللي احنا هنعمله بالشوكولاته، وده اللي هو ايه بالشوكولاته الغامقه. دلوقتي هوريكم ايه التزيين بتاعه وهنشوفه معانا، يلا بينا نعمل. بص ادي دوت هنعمله بايه بالشوكولاته دي، ادي دي شوكولاته بتاعت المطبخ اللي بتتباع اهو، هنحطها كده ونحط دي كده اهي كده اهي، نسيحها على حمام ميه، بس تكون الحاجه اللي انت هتحطيها تسيحيها تكون مش طايله الميه، عشان لو طالت الميه الشوكولاته هتبوظ. ادي اهي بصوا كده من جوه، نحط واحده قدها، نجيبه قدها بالظبط كده اهو اهو، نروح حاطينها كده سهله خالص اهي، ونلفها كده عشان اهي في الطبق، اوريها لكم كده اهي. اعمل لكم بقى اللي هو ايه بالشوكولاته، نعملها بالشوكولاته البيضة عشان تبان اهي كده، نحط برضو نجيب قدها بالظبط اهي اهي كده اهي، نحطها كده عشان ايه اهي على الحر. نعمل واحدة كمان اهي كده، سهلة خالص خالص. طبعا احنا عاملين نص كيلو دقيق اللي احنا عملناه، نص كيلو دقيق ونص كيلو زبدة، لازم زبدة، ومع 200 جرام سكر و 200 جرام نشا واربع بيضات، ما بيتحطش بقى عليها ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، هو الفانيليا بس. طبعا انتوا شفتوا الطريقه عملناها ازاي، ويتسوى على وتحطوه في التلاجة شويه قبل ما تشكلوه، عشان طبعا مطرح ما بنعمله
ايدينا بتبقى سخنه، فهو بايه هيسيح منك، فانت لازم تحطيه في الثلاجه شويه، وبعد كده تشكليه وتسويه على 170. بعد ما يبرد تشيليه من ايه من الصاج، ما تشيلوش وهو سخن. دوت يا حبايبي انت عارفين دوت اللي عملته ده كيلو ونص بيتي فور. احنا لو عملنا الكيلو ونص اشتريناه من بره، شوفوا بقى مبلغ. وبعدين مش زي اللي احنا عاملينه، احنا عاملينه بزبده طبعا وحاجه نضيفه. استنونا ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، وهنعمل لكم كل حاجه جديده انتوا عايزينها. ما تنسوش يا اصحابي تعملوا لايك للفيديو واشتركوا قناتنا، فعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش اي مشاهد من الفيديوهات. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.